والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة. نعم، الشأن الاقتصادي تنضم إلينا فيها الزميلة شروق عماد. إليك شروق. أهلا بك، شكرا لكما سحر ورجائي. أهلا بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة في نشرة التاسعة. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريراً جديداً تحت عنوان المدن الصناعية المتخصصة نقلة نوعية على طريق التنمية، حيث سلط التقرير الضوء على مجموعة من أبرز المدن الصناعية المتخصصة الرائدة والتي توجد في مصر. وأوضح التقرير مدى أهمية الدور الذي تلعبه المدن الصناعية المتخصصة في إحداث تحول نوعي بعملية التصنيع وتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادات الدول، فضلاً عن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأشار التقرير إلى مدينة روبيك للجلود التي تتضمن مدبغة نموذجية تتوافق مع معايير المدابغ العالمية، وأيضا مدينة دمياط للأثاث والتي تعد أول وأكبر منطقة صناعية متخصصة في صناعة الأثاث والصناعات المكملة، ومجمع مرغم للصناعات البلاستيكية الذي يعد نواة للصناعات البلاستيكية. وإلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب وسط تداولات تجاوزت 2.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.205 تريليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 17763 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 3592 نقطة. وقفز مؤشر إي جي إكس 100 بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 5311 نقطة. وفي أسواق البترول العالمية، ارتفع أسعار النفط حيث بدد تراجع المعروض نتيجة تخفيضات الإنتاج من جانب السعودية وروسيا تأثير المخاوف بشأن تباطؤ الطلب من الصين أكبر مستورد للخام في العالم. وقد أظهر تقرير زيادة مخزونات الخام الأمريكية، وارتفعت العقود الأجل لخام برنت 88% لتسجل 86.93 دولارا للبرميل. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.18% ليسجل 83.9 دولار للبرميل. وصعدت أيضا أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.21% لتصل إلى 3.11 دولار للتر، بينما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 5.87% لتسجل 2.94 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام اليورو والجنيه الاسترليني وأربع عملات رئيسية أخرى بنسبة 15% إلى 102.37% في التعاملات الأسيوية. كما زاد اليورو بنسبة 2.1% إلى 1.9 دولار، بينما صعد الاسترليني 14% إلى 1.28 دولار، وارتفع دولار الاسترالي 13% إلى 66 دولار، بعدما هبط لأدنى مستوياته منذ أول يونيو عند 65 دولار. انخفض معدل انبعاثات غاز الاحتباس الحراري في الهند بنسبة 33% بوتيرة أسرع من المتوقع في 14 عاماً مع تكثيف توليد الطاقة المتجددة وزيادة مساحة الغابات. وتسير الهند بخطى جيدة نحو الوفاء بالتزام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لتقليل كثافة الانبعاثات بنسبة 45% بحلول 2030 عن المستوى الذي كانت عليه في 2005. وهذا هو أسرع معدل لخفض الانبعاثات حتى الآن، ويعود إلى حد كبير إلى توجه الحكومة الهندية نحو مصادر الطاقة المتجددة، حتى مع استمرار الاعتماد بشكل أكبر على الوقود الأحفوري في ظل الجمع بين مصادر الطاقة.
انتهت جولتنا الاقتصادية، وعودة من جديد إليكما سحر ورجائي. شكرا لك شروق.